أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي أهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات مادة الماثيماتكس تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم هنكمل النهاردة الكلام اللي قلناه الحلقة اللي فاتت عن سلوب اوف ذا ستريت لاين. كنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت وقلنا ايه معنى سلوب اوف ستريت لاين. قبل ما نقول سلوب اوف ذا ستريت لاين لازم نفتكر مع بعض ايه هو الستريت لاين هو عبارة عن لينير فانكشن ولما بتيجي نعمل لها بيبقى عبارة عن ستريت لاين. طيب من الحاجات المهمة جدا للستريت لاين حاجة اسمها السلوب. قلنا سلوب اوف ستريت لاين هو عبارة عن ايه؟ كل ما هو تو بوينتس عليه بتاخد ال vertical change over ال horizontal change وكنا قلنا له كذا ديفينيشن منه دلتا واي اوفر دلتا اكس منه واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1 ممكن نقول هو عباره عن تان الانجل اللي بيعملها اللاين مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس اخذنا مجموعه من الاكزامبلز على الموضوع بتاع السلوب اوف ستريت لاين والنهارده هنكمل معاكم بعض الاكزامبلز وهنزود شويه معلومات جديده على الموضوع بتاع السلوب اوف ستريت لاين شوف اكزامبل كده بيقول ايه Prove that the straight line passing through the 2 و 1 و 6 و 3 is parallel to the line that makes an angle of measure 45 degrees with the positive direction of x-axis انا مش عايزكم تتخضوا من الجمله الطويله اللي كانت في الآخر، اللي هي ايه Line that makes an angle of measure 45 degrees with the positive direction of x-axis كل الجملة الطويلة دي معناها إيه؟ كأنه بيقول لك اللاين لما بيترسم بيعمل مع البوزيتيف دايركشن أوف إكس أكسس أنجل 45 وما قدامكش أي حاجة تعملها في المعلومة دي غير إن أنت تعمل تان للأنجل دي. طيب تان الأنجل دي اللي هو تان 45 ده بيديني السلوب بتاع الستريت لاين. طب ما كده السؤال بقى سهل جدا. عشان أبروف ذات إن في تو ستريت لاينز بارالل لازم أبروف ذات إن التو سلوبس بتاعتهم إيكوال. طيب اجيب السلوب بتاع اللاين الاول ازاي؟ ديبينس هو مديني ايه؟ جيفن. السؤال بتاعي اللي موجود عندي البوينت عندي اللاين الاولاني عليه 2 بوينتس اللي هم ايه؟ 2 نيجاتيف 1 و 6 و 3. طب تعالى نجيب السلوب عن طريق لاين او السلوب بتاع لاين باسنج ثرو النقطتين دول y2-y1 over x2-x1 يطلع 4 over 4 اللي هو ايكوال 1. طيب السلوب بتاع اللاين التاني عباره عن ايه؟ تان الانجل اللي بيعملها اللاين مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس يعني تان 45 يبقى الام بتاع اللاين التاني تان 45 اللي هو ايكوال 1 طب انا لقيت دلوقتي ان m 1 ايكوال m 2 ده معناه ان التو ستريت لاينز ار parallel نيجي الموضوع في منتهى الخطوره اي اتنين لاينز ممكن يكونوا بارلل وممكن يكونوا لا طيب هنفترض ان التو لاينز دول نوت بارالل ات مين ذات ان التو ستريت لاينز دول انترسكتد طيب لما بيكونوا انترسكتد يبقى التو لاينز دول في بينهم انجل ممكن تكون الانجل بتوين التو ستريت لاينز دول اكيوت واكيد هيبقى في واحده تانية اوبتيوس علشان بقيه الانجل اللي هي ال 180 او يكون التو ستريت لاينز بيربنديكلر يعني معنى كده ان ممكن لما يكون التو ستريت لاينز انترسكتد ممكن يكونوا بيربنديكلر اور نوت طب ما تيجوا كده مع بعض نتناقش في حته مهمه جدا لما يكون التو ستريت لاينز بيربنديكلر هل هيبقى في ريليشن بين السلوبس اوف ذا ستريت لاين الموضوع ده ليه طرق كتيره جدا تو بروف الفاكت اللي هقولها دلوقتي انا اخترت واحده منهم وعايز الناس كلها تعمل ريسيرش على الموضوع ده البروف ان انت تبروف ذات الريليشن اللي تربط بين التو ستريت لاينز اللي بيربنديكلر مع السلوبس بتاعتهم حاول تعمل سيرش وحاول تفهم المعلومه اللي قدامك على السكتشنج او الجرافنج ده هوت عشان توصل للفاكت دي m 1 تايمز m 2 ايكوال نيجاتيف 1 هو ده الكونديشن اللي بيخليني اتأكد ان الـ 2 straight lines perpendicular و vice versa يعني لو عندي 2 straight lines الـ product بتاع الـ 2 slopes بتاعهم إيكوال نيجاتيف 1 ده معناه ان الـ 2 lines perpendicular طيب انا لو عملت modifying للفورم اللي قدامي دي ان m1 times m2 نيجاتيف 1 ان انا اعمل dividing both sides of the relation او the equation by m2 هتلاقي ال 2 اللي على الليفت left hand side crossed out يبقى الليفت left hand side في ام1. طيب والرايت right hand side بقى نيجاتيف 1 over ام2. يبقى ده فورم تاني بيديني المعلومه اللي بتقول لي ان التو two lines are perpendicular. يبقى to prove that two straight lines are perpendicular قدامك تثبت حاجه من اتنين يا اما ال product بتاع التو two slopes equal نيجاتيف 1 يا اما one of them equal الريسيبروكال انفرس بتاع السكند يعني ايه؟ لو عندك 2 اوفر 3 ده واحد من اللاينز البربنديكلر عليه هيبقى السلوب بتاعه ايه؟ نيجاتيف 3 اوفر 2 انا عملت فليبنج للفراكشن ده الريسيبروكال وعملت تشينجنج للساين يبقى انا دلوقتي ممكن استخدم المعلومه دي امتى؟ لو انت عندك جيفن سلوب بتاع واحد من الستريت لاينز

خلي بالك البي اللي قلتها من شويه هي الفيرتكس اللي التو سايدز بتوعها او بتوع الترينجل بيبقوا بيربنديكلر عندها انما سمول بي اللي كنت بسال عليها في السؤال هي الفاليو اللي موجوده السكند بروجكشن في البوينت سي طيب بيربنديكلر يبقى انا ما قداميش غير ان انا استخدم الريليشن اللي بتربط بين البيربنديكلر لاينز طب لما يبقى الترينجل رايت ات بي مين هما اللاينز اللي هيبقوا بيربنديكلر برافو عليك أكيد أي بي وبي سي طيب يبقى أنا ما قداميش غير إن أنا أتعامل مع السلوب بتاع اللاين أي بي والسلوب بتاع اللاين بي سي طب ما تيجي كده نشتغل في السؤال ونشوف السلوب بتاع اللاين أي بي يوز y2-y1 over x2-x1 بس تستخدم البوينتس أي وبي اللي موجودة عندك في السؤال يبقى 5 ماينس 2 اوفر 3 ماينس 4 الريزلت بتاعك نيجاتيف 3 طيب نحسب السلوب بتاع البي سي طيب واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1 باي يوزنج التو بوينتس كابيتال بي وكابيتال سي هتلاقي عندك بي ماينس 5 اوفر نيجاتيف 5 ماينس 3 انا كده واقع في مشكله بي ماينس 5 انا مش هقدر احسبها سيبها زي ما هي طب مين اللي ممكن تقدر تحسبه؟ 5 ماينس 3 تطلع 8. طيب انا دلوقتي اولموست دن لو قدرت اكون ريليشن او equation تحط لي البي واحده هي الانون اللي موجوده في السؤال او في الاكويشن دهيت ده انا كده خلاص جبت البي. لو كان التو لاينز دول بارالل كنت هقول ان بي ماينس 5 اوفر 8 3 لان البارالل لاينز هاف equal slopes لكن دول بيربنديكلر طيب احنا كنا قلنا الكونديشنز بتاع البيربنديكلر اعمل ايه يا اما اعمل التو slopes تايمز بعض equal negative 1 وانا بالشكل ده صعبت الموضوع على نفسي جدا طب كان في ريليشن تانية هي هي بس modified ان انا ممكن اقول ان slope بتاع واحد من الستريت لاين هو reciprocal انفرس بتاع التاني طب انا دلوقتي في عندي احتمالين يا اما افكس بي ماينس 5 اوفر نيجاتيف 8 اسيبه ثابت زي ما هو وفليب وتشينج الساين بتاعت النيجاتيف 3 او العكس انا شايف ان العكس هيبقى اصعب انت بتصعب الفراكشن اللي انكلودنج الانون الموضوع كده هيبقى ملخبط خلينا في الاسهل سيب الجزء اللي فيه الانون اللي هو بي ماينس 5 اوفر نيجاتيف 8 از ات از ونعمل ايه في النيجاتيف 3 فليب ات

B 7 over 3 still في ناس أول ما تلاقي الفاليو بتاعت الأنسر اللي هو عمله فراكشن يتخض يكروس السؤال ويعيد من تاني ويلخبط الدنيا لا 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 أنت شغال كويس والفراكشن والله العظيم فاليو وما تتخضش وما تقلقش منها ناخد اكزامبل كمان بيقول بروف ذات A B C D is a rectangle where A negative 1 with 3 B51 C64 and D06 في واحد يقول لي احنا أخذنا السؤال ده قبل كده ازاي بأبروف ذات ان الفيجر ريكتانجل او بارالوجرام أو, او او رومبس كنا بنجيب 6 line segments by using الرول rule بتاعت ال distance between 2 points وهيحصل عندي حاجه من اللي انا هقولها دول لو في تو equal sides تو equal sides تو different sides بقى parallelogram طيب لو كان في عندي تو equal sides تو equal sides تو equal diagonals كده بقى rectangle طيب لو كان في فور sides equal و 2 sides different اللي هما diagonals كده بقى رومبس طيب فور سايدز ايكوال وتو سايدز او تو لاين سيجمنتس اللي هم الداياجونالز ايكوال با سكوير طب ما انا ممكن احل ده بالطريقه بتاعه الديستنس بتوين تو بوينتس طب ايه رايك نتعلم طريقه ثانيه بص كده عشان ابروف ذات ان الفيجر ده ريكتانجل نجيب الموضوع من الاول خالص الريكتانجل هو عباره عن ايه اصله باراليلوجرام باراليلوجرام ايوه باراليلوجرام بس هو سبيشال كيس منه يبقى انا لو قدرت اثبت ان الفيجر اي بي سي دي باراليلوجرام وبعدين ابروف ذات البارت اللي سبيشال اللي يخلي الباراليلوجرام ريكتانجل كده يبقى انت خلصت السؤال طيب ايه هي اسهل طريقه تبروف ذات ان الفيجر باراليلوجرام برافو عليك الميد بوينت ان انت تستخدم ان انت تجيب الميد بوينت بتاعت التو 2 دايجونالز يطلعوا قد بعض ات مين ذات التو 2 دايجونالز ار ايكوال بايسكت ايتش اذر طب بص كده الميد بوينت بتاعت الاي سي اللي هو الدايجونال x1 بلس x2 over 2 y1 بلس y2 over 2 طلعت 5 over 2 7 over 2 طيب نجيب الميد بوينت بتاعت البي دي اللي هو الدايجونال الثاني طلعت 5 over 2 و7 اوفر 2 طيب المعلومتين دول بيقولوا ان الاي سي والبي دي بايسكت اذر يبقى الفجر اي بي سي دي سو فار لو قدرت بقى تجيب السبيشال بارت في الباراليلوجرام اللي يحوله ريكتانجل يبقى انت كده خلصت السؤال طيب ايه هي الحاجه اللي بتميز الريكتانجل عن الـ parallelogram برافو عليك في تو adjoining سايدز بيربنديكلر لان وانس ان واحده فيهم او واحده من الاربعه انجلز بيربنديكلر او 90 ديجريز الباقي كله هيبقى بيربنديكلر طب جميل طب ازاي ابروف ذات ان في عندي تو adjoining سايدز بيربنديكلر انك تجيب السلوب بتاع التو لاينز دول اختار اي تو adjoining سايدز طيب اعرف منين ان هم adjoining سايدز لازم يكون في كومن بوينت يعني ممكن تقول السلوب بتاع الاي بي والبي سي او الاي بي والاي سي او البي سي والاي سي اللي يريحك طيب انا اخترت اجيب السلوب بتاع الاي بي واي 2 y واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1 باي يوزنج التو بوينتس اي وبي طلع نيجاتيف 1 اوفر 3 طيب نعمل السلوب بتاع البي سي طلع 3 ايه ده هو كان مش كانوا المفروض يطلعوا ايكوال لا ده لو كانوا ايكوال يبقى تو لاينز بارالل ده لازم يكونوا بيربنديكلر وعشان يكونوا بيربنديكلر قدامك حاجه من اتنين يا اما تقول ان البرودكت بتاعهم ايكوال نيجاتيف 1 وكده يو اف يا اما تقول ان واحد فيهم عباره عن reciprocal انفرس بتاع التاني طيب الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي ان البرودكت بتاعهم ايكوال نيجاتيف 1 يعني معنى كده ان الاي AB والبي BC perpendicular. طيب المعلومه ال 1 ومعلومه 2 بتقول ايه؟ ان في عندي parallelogram في انجل 90 يبقى اكيد ريكتانجل. ناخد اكزامبل كمان. بروف ذات ان ال points A11 B23 و C0 1 are كولينير يعني ايه كولينير يعني on the same straight line أخذنا إزاي نحل السؤال ده by using the distance between two points قبل كده في حلقات سابقة إن أنا كنت بعمل إيه؟ كنت بحس بحسب اللينث بتاعة الـ AB والـ BC والـ AC بيكون الاتنين الصغيرين بلس بعض يكوال الثيرد كده بقى إن هما 3 بوينتس كولينير طيب إيه رأيك نجرب نشتغل بالسلوب بتاع الستريت لاين طيب بص كده لو في عندي تو لاينز بارالل وجيت خد بوينت منهم تبقى كومن هتلاقي ان التو لاينز دول بعد ما كانوا بارالل وبعيد عن بعض بقوا ادجويننج سايدز اون ذا سيم ستريت لاين يبقى انا عشان ابروف ذات ان في 3 بوينتس كولينير باي يوزنج السلوب هحسب السلوب بتاع اول وتاني بوينت واحسب السلوب بتاع تاني وتالت بوينت لازم الاول والتاني والتاني والتالت لا براحتك هتحسب سلوب بتاع نقطتين وتحسب سلوب بتاع نقطتين تانيين تكون واحده منهم كومن بين البير الاولاني يعني ممكن اعمل اسلوب بتاع اي بي وبي سي بس ففي واحد يقول لي طب ما احسب كمان الاي لا سي مالوش لازم اونلي تو سلوبس ممكن اعمل اي بي واي سي اختار اللي يريحك. طيب يبقى انا لو حسبت السلوب بتاع اللاين بي طلع 2 باي يوزنج أنه رول؟ y2-y1 over x2-x1. طيب نحسب السلوب بتاع اللاين بي سي برضه عن طريق الرول y2-y1 over x2-x1 يطلع 2. ده الـ 2 لاينز دول ليهم نفس السلوبس وفي بينهم كومن بوينت اللي هي b. يبقى اكيد التو ستريت لاين او الثري بوينتس دول on the same ستريت لاين او كولينير ناخد اكزامبل كمان If the point 01 و A 3 and 25 are located on the same straight line then find the value of A ده سؤال عكس السؤال اللي لسه عاملينه دلوقتي هو مديني المعلومه ان التو او 3 points كولينير اوريدي وطالب فاليو بتاعت حاجة unknown يبقى أكيد لازم أفورم equation طب عشان أفورم equation لازم يكون في عندي معلومة بتقول إن في حاجتين قد بعض طب إيه هما الحاجتين اللي ممكن يكونوا قد بعض من 3 points collinear برافو عليك السلوب عن, عن, طريق 2 points لازم يكون equal للسلوب عن طريق 2 points تانيين منهم واحدة common بس بقولك إيه وانت بتختار البوينتس ما تختارش البوينت الكومن اللي فيها الاي علشان ما تصعبش الموضوع على نفسك يبقى انا في الاول علشان ال 3 points يكونوا كولينير يبقى m 1 ايكوال ام 2 مين هو m 1 سلوب بتاع لاين باسنج ثرو نقطتين من الثلاثه مين هو m 2 سلوب بتاع ستريت لاين باسنج ثرو 2 points من الثلاثه ولو سمحت ما تستخدمش الكومن بوينت اللي فيها الانون طيب ناخد الـ 2 points الأولانيين 3-1 over A-0 وناخد أول وثالث point يبقى 5-1 over 2-0 اللي ينفع يتعمل له calculations calculated اللي ما ينفعش سيب طيب 3-1 ب 2 over A equal 2 over 1 لحد هنا make up your mind واضح جداً أن A 1 ففي واحد يقول لك لا انا احب احل السؤال بشكل اكاديمي عادي جدا البروسيدرز اللي متعود ان انا اشتغل عليها لما يكون في عندي اكويجن فيها فراكشن انا اعمل كروس ملتيبيكيشن براحتك كروس ملتيبيكيشن هتلاقي ان الاي ايكوال 1 تايمز 2 ديفايد باي 2 يعني معنى كده ان الاي ايكوال 1 ناخد اكزامبل كمان شو ذا كوريكت انسر if the slope of the straight line is more than 0 then the type of the positive angle it makes with the positive direction of x axis is um, انا حاسس ان كده في حاجه كده انا مش فاهمها طيب اولا يعني ايه مور ذان 0 مور ذان 0 it means that value تكون positive طيب ايه اللي دخل المور ذان زيرو او البوزيتيف بتاعه السلوب مع التايب اوف ذا انجل اللي بيعملها اللاين مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكس تيجوا كده نعمل الموضوع ده كده مع بعض على البورد نوضح المعلومه ونرجع نحل السؤال يلا بينا يلا بينا تعالوا كده نشوف موضوع الاسلوب بتاع الستريت لاين في اول حلقه خالص لما اتكلمنا عن الاسلوب بتاع الستريت لاين قلنا ان في عندي ثلاث انواع او اربع انواع من الستريت لاينز في واحد الاسلوب بتاعه بوزيتيف وفي واحد الاسلوب بتاعه نيجاتيف وفي واحد الاسلوب بتاعه زيرو وفي واحد الاسلوب بتاعه انديفايند طب تيجوا كده نبص مع بعض اللاين لما يكون بوزيتيف يعني ايه بوزيتيف يعني increasing يعني ايه increasing؟ يعني لما اجي اتحرك من الليفت تو ذا رايت اللاين تلاقي نفسك بتطلع بص كده ده لاين انكريزنج السلوب بتاعه بوزيتيف الانجل اللي بيعملها اللاين مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس انجل اكيوت طيب تعالوا نشوف كده لاين يكون decreasing from left to the right هتلاقي اللاين عامل كده طبعا for example طيب السلوب ده negative اللاين decreasing تعالى كده نشوف مع بعض اللاين ال الانجل اللي بيعملها اللاين مع ال positive direction of x اكسس angle obvious وهنا كانت أكيد طيب اللاين لما يكون horizontal السلوب بتاعه زيرو هنفترض ان اللاين كده ايه هي الانجل اللي بيعملها اللاين مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس طيب تيجوا نشفت اللاين ده كده وننزل بيه لتحت لحد ما يبقى على الاكس اكسس هتلاقي اللاين جه هنا الانجل اللي بين اللاين ده والبوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس طيبو ال vertical line ال vertical line هو line parallel y axis طب يديني example كده هتلاقي اللاين اللي بيعملها ال angle اللي بيعملها اللاين مع ال positive direction of x axis 90 يبقى في حالة ال positive اللاين بيعمل angle acute في حالة ال negative بيعمل angle obtuse في حالة ال بيعمل انجل 90 في حاله ال horizontal بيعمل انجل 0. نرجع نكمل شغلنا ونشوف السؤال اللي ريليتد للمعلومات اللي قلناها دي دلوقتي. يلا بينا؟ يلا بينا. زي ما شفنا مع بعض ان انا ممكن اقدر احدد التايب بتاع الانجل اللي بيعملها اللاين مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس عن طريق الساين او الفاليو بتاعه السلوب بتاعي ايه هنا السؤال بيقول ايه اللي كنا قبل ما نطلع على البورد كان بيتكلم على ايه بيقول if the slope of the straight line is more than zero والناس بتشوف كلمه more than zero دي يتخضوا لا ما تتخضش more than zero it means that the value positive بيقول لك like then the type of the positive angle it makes with the positive direction of x axis is اكيد جدا شفناها وكانت واضحه ان لما يكون الإسلوب بوزيتيف يبقى اكيد الانجل بتبقى اكيد طب تيجوا بقى مع بعض نشوف سؤال فيه شويه تريكس كده محتاجين ان احنا نعرفها مع بعض على البورد يلا بينا يلا بينا تعالوا مع بعض نشوف السؤال ده بيقول ايه مديلك جيفن فور بوينتس A و B C and D بيقول لك ذن اي بي سي دي از سكوير ولا ريكتانجل ولا بارلوجرام ولا ترابيزويد طيب دلوقتي علشان اديترمن التايب بتاع او ايه هو الفيجر ده قدامي طرق كتيره جدا ممكن باي يوزنج الديستنس بتوين تو بوينتس او السلوبس او او نستخدم ال بايسكتنج او اللي هي البروبرتي اللي بتقول ان الدايجنز بايسكت اتش اذر زي ما انت عايز. طيب ايه رايكم كده بسرعه تيجي نستخدم السلوب؟ طيب علشان استخدم السلوب لازم اجيب الاربعه سلوبس اللي موجودين عندي في الفيجر اللي هو ايه بي سي دي. طيب نجيب السلوب بتاع الاي بي نيجاتيف 1، السلوب بتاع البي سي 1 اوفر 3، السلوب بتاع السي دي فجاه لقيت نفسك اتخضيت. هو فين السي دي؟ ادي السي وادي الدي. طيب نحسب السلوب واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1 تطلع 4 اوفر 0. 4 اوفر 0 يا نهار ابيض الناس تشوف ال 4 اوفر 0 ويتخضوا، لا عادي جدا. 4 اوفر 0 دي اندفايند فاليو. واحنا لسه قايلين من شويه لما يكون في عندي فيرتيكال لاين يبقى اكيد السلوب بتاعك هيبقى اندفايند. طيب نحسب اخر واحد السلوب بتاع اللاين اي دي طلع 1 اوفر 3. طيب لو كان الفجر ده سكوير او ريكتانجل او جرام كنت هلاقي اتنين لاينز و واتنين لاينز بارالل تانيين عشان each two opposite sides are parallel في التلاتة فيجرز دول يبقى أكيد الإجابة بتاعت السؤال ده اللي هو ترابيزويد وك وكمان تحقيق الموضوع بتاع الترابيزويد أو البروبرتيز بتاعت الترابيزويد بتقول إيه؟ إن الترابيزويد هو عبارة عن كوادريلاترال في only two opposite sides are parallel يبقى أكيد الفجر بتاعي ترابيزويد اللي هو الإجابة دي نرجع بقى نعمل سمري لكل الكلام اللي قلناه عن سلوب اوف ذا ستريت لاين يلا بينا يلا بينا بكده احنا خلصنا الموضوع بتاع سلوب اوف ستريت لاين اتكلمنا عن السلوب بتاع الستريت لاين معناه ايه؟ ازاي بقدر اجيب السلوب بتاع الستريت لاين؟ It depends حسب الجيفن اللي موجود عندي اخدنا example عليه اخدنا حاجات multiple choice اشكال كتيرة من الاسئلة اي hope ان انتوا تكونوا فهمتوا Study well Thank you Bye